اسمح لي. اولا انا بشكرك طبعا على ان احنا في بدايه فتحنا الملف البطوله نتكلم على محمد صلاح. يعني انا لو كان الامر بايدي النهارده وانا جاي الاستوديو البس فنانه محمد صلاح واظهر بيها على الهواء ورقم 10 ومحمد صلاح وبكل فخر، لان انا شايف ان انا ليا دور كاعلامي ان ادافع عن الرجل ده، انا ما اعرفوش ولا هو يعرفه. لكن اللي بيحصل محمد صلاح ده بكل اسف بيحسسني ان هو لعيب مش مصري للاسف. للاسف الشديد يبدو وكان البعض بيتعامل مع محمد صلاح انه لعيب مش منتخب مصر، مش لعيب بيحمل الجنسيه المصريه، مش لعيب عمل لمصر زي ما قال الاستاذ شريف، مش كره قدم بس، ما هو اكثر من كره القدم واهم من كره القدم. يكفي ان تاثير صلاح على كره القدم العالميه كبير جدا واهم من بطوله افريقيا واهم من انتصارات مع المنتخب واهم من انه يحقق بطوله افريقيا مع المنتخب. محمد صلاح امبارح مع اصابته في المباراه في صحف وكالات انباء عالميه كبيره جدا، يمكن ما بتكتبش ولا خبر عن افريقيا لكن كتبت خبر اصابه محمد صلاح. انا العنوان واخده صلاح، ان في غياب صلاح المنتخب العنوان صلاح اهم حدث اللي في البطوله وكاله فرنسيه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، شوف كم من النتائج وكم من المفاجات اللي في البطوله من يوم ما بدات على مدار يمكن اسبوع كامل، ست سبع ايام او ست ايام. اهم حدث في البطوله اصابه صلاح. محمد صلاح مصاب، ده شرف لينا، ده فخر لينا. معلش هقطعك في حته، لحظه، محمد صلاح ضيع ركلة جزاء في ماتش نيوكاسل اخر ماتش لعبه في الدوري، جمهور ليفربول عمل ايه؟ غنى ذا ايجيبشن كينج، ضيع ضربة جزاء عشان يرجع له المباراة وكان نجم المباراة، احرز هدفين وصنع هدف. هو في المباراة دي قال ايه بعد الماتش لما تألق؟ قال لك انا منتخب ليفربول ممكن يعوضني غيابي لكن المنتخب اهم، وقال انا مش هروح افريقيا وانا تخيل بقى لما جمهور ليفربول اللي هو الشعبية الاولى او الثانية في انجلترا وفي العالم يغني لمحمد صلاح وهو مضيع ضربه جزاء قوي، يعني يردد اسم محمد صلاح. انا عايز اقول لك موقف مماثل في كاس العالم للانديه 2019 في قطر، انا كنت حاضر المباراه دي في استاد خليفه الدولي. ليفربول بيلاعب مونتيري، 40,000 متفرج فيهم 39,500 مصري والباقي المكسيكي. يورجن كلوب بعد المباراه قال ايه؟ قال جميل جدا ان الناس تشجع محمد صلاح، لكن انا مندهش ان الناس كلها طول المباراه كل ما صلاح يلمس الكوره يدفع له، وبعد ما صلاح ما يلمس كرة الناس ساكته خلاص. الناس ده مسرح، محمد صلاح ده بيقدم ابداع للاسف كل المغرضين واللي بيهاجموه. ويمكن الاستاذ شريف قال مش عارف ايه سببها، لا سببها واضح، في جزء من الحمله على محمد صلاح ممنهجه وكتاب الكترونيه بتقوم بالدور ده مش في بطوله افريقيا دي بس، احنا بقى لنا فتره محمد صلاح حتى وهو ناجح بيحاولوا يتصيدوا اي خطا في اي موقف سواء للأسف. سياسي ولا رياضي بيتصيدوا، ودي واضحين والكلام معروف بدون كشف عن تفاصيل. النقطة الثانية، وبكل أسف بعض النجوم المعتزلين في كرة القدم المصرية بيغيروا من محمد صلاح، وأنا آسف ومش هخاف إن أقول كده، بيحقدوا على محمد صلاح للأسف. محمد صلاح هو الأسطورة الوحيدة في كرة القدم المصرية. عشان أطلع فاصل عشان نكمل بقية الحلقة بتاعتنا، خلينا نكمل جزء محمد صلاح ده. أصل محمد صلاح برضو معلش، إحنا النهاردة لو الحلقة كلها ما اتكلمناش عن منتخب مصر وكان محمد صلاح، لا منتخب مصر الناس اتكلمت كتير، لكن محمد صلاح اللي بيحصل فيه ده دي مأساة. لما البعض بالأمس وأنا بطالب المجلس الأعلى للإعلام باللي حصل إمبارح يتم اتهام مواقع محمد صلاح وشاشات انه هرب من المباراه، عيب، ده عيب علينا وعيب على مصر وعيب على عيب نتقال الكلام دوت. محمد صلاح ما يهربش من المباراه، محمد صلاح بيحب مصر اكتر من اي حد، ما ينفعش الكلام ده يتقال على محمد صلاح. الراجل له مواقف انسانيه كبيره عملها طبعا، ما فيش كلام ما في طبعا. كل يا جماعه لا، ومحمد صلاح في قريته وبره قريته على مستوى مصر كلها كمان، وفي بعض المواقف على مستوى الدوله، والناس المسؤولين عارفين قيمه محمد صلاح. محمد صلاح ده بيعمل ايه للبلد؟ مش هكلمك على كوره، بعيد عن الكرة خالص. محمد صلاح ليه بيتعمل فيه كده؟ لان الناس بتحقد عليه، والناس هقول لحضرتك على حاجه وبكل اسف، وخلينا نكون صريح في المساله دي، محمد صلاح لو لعب اهلي او زمالك ما كانش حصل له اللي بيحصل له ده. طبعا للاسف عندهم ظهير، ما فيش حد مستفيد، ما فيش اعلاميين مستفيدين، ما فيش منظومه اعلاميه مستفيده منه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما لعبش اهلي والزمالك، ما احترمش الاهلي والزمالك، كانش طالع ما كناش كان عندنا انا الفخر الكبير. خلينا كلامنا الناس عارفينه وفاهمينه، ما اشتغلش مع حد، ما بيديش لحد، ما بيعملش حاجه لحد الا في النطاق الاحترافي والقانوني. محمد صلاح في ابيجان هو منتخب مصر، هو اهم لاعب، كل الفضائيات اللي بتنقل مع المراسلين ده شغال، هم نازلين في التيوب مع بعض سلام على كل الولاد كلهم صلاح صلاح صلاح، وسايبين كل اللعيبه بتغني. كل العالم بيغني لصلاح في اي مكان. فندم بقول لك انا رحت روسيا دي ما فيش غير محمد صلاح، يعني ثلاث لعيبه على مستوى العالم بيتكلموا عنهم، كريستيانو ميسي صلاح. بقول لك مفيش محل فيه سوفونير الا ما تلاقي صوره محمد صلاح
وسط الاثنين دول اهم ثلاثة واهم واعلى نسبة مبيعات. يعني مش بس كده، تيشيرت صلاح، مج صلاح، صورة صلاح، مدينة صلاح. سيظل محمد صلاح واحد من اهم الرموز. موقف كمان يا استاذ محمد، موقف كمان اتفضل. لو اللي عمله محمد صلاح في تصفيات كاس العالم المؤهله لروسيا، مباراتنا مع الكونغو لما الهدف التعادل اللي موني مرمانا بيه في عصام الحضري، والمشهد بتاعه وهو بيبكي وبيرتمي على الارض وحزين وهيموت عشان البلد وعشان 100,000 متفرج، يكفي هذا الموقف ويكفي اللي عمله لمصر ويكفي اللي عمله لما راحت مصر كاس العالم، شال على كتافه حلم ال 100 مليون مصري وسدد، جاب هدف في المباراه اللي هي كنا محتاجين نفوز فيها، وسدد ضربه الجزاء اللي في الوقت بدل الضايع، ولعب كاس العالم ازاي؟ ما كان كتفه مخلوع، لعب الماتش الثاني ازاي؟ ينفع هو لسه ما يعني لم يتم شفائه بشكل كامل الماتش الثاني؟ انا مش عايز امام روسيا، مش عايز عموما ما حدش هيزيد على صلاح بالتاكيد. سيظل محمد صلاح واحد من اهم رموز كره القدم العالميه والافريقيه والمصريه. سيظل محمد صلاح واحد من اهم الاساطير على مر الزمان، يدينا ويديك العمر، شاء من شاء وابى من ابى.